بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 102. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال المؤلف رحمه الله في باب الشركة فصل، الثاني المضاربة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. تقدم أن أنواع شركة العقود وهي الاجتماع في التصرف 5 أنواع: شركة العنان، شركة المضاربة، شركة الوجوه، شركة الأبدان، شركة المفاوضة. وقد مضى الكلام على النوع الأول وهو شركة العنان، وانتقل إلى النوع الثاني وهو شركة المضاربة. والمضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض، وهو السفر لأجل التجارة. قال سبحانه: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. سميت هذه الشركة مضاربة لأنها قد تحتاج إلى سفر وضرب في الأرض لأجل طلب الربح، وهي جائزة بالسنة والإجماع، والحكمة تقتضيها، لأن بالناس حاجة إليها، لأنه قد يكون عند الإنسان مال وهو لا يحسن التصرف، وقد يكون عند الإنسان حسن تصرف وليس عنده مال. والنقود لا تنمو بنفسها، بل لا تنمو إلا بالتقليب والتجارة، فلذلك جازت شركة المضاربة لينتفع صاحب رأس المال من ماله، وينتفع صاحب التصرف والخبرة من تصرفه وخبرته، ويكون الربح بينهما على ما شرطاه، فتحصل المصلحة للجميع. فتشريع شركة المضاربة من محاسن هذه الشريعة الإسلامية التي جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودفع المضار وتقليلها. نعم، أحسن الله إليكم. قال: المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. نعم، بأن يدفع ماله لمن يتجر به ببعض ربحه، يكون بعض الربح للعامل والباقي لصاحب المال، فينتفع كل من الطرفين، هذا ينتفع بماله وهذا ينتفع بخبرته. نعم. فإن قال: والربح بيننا فنصفان. الربح على ما شرطه، فإن قال: الربح بيننا، فإن هذا يقتضي المساواة بينهما، فيكون بينهما نصفان. فإذا قال رب المال للعامل: الربح بيننا، استحق كل منهما نصفه، لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فاقتضى التسوية. نعم. وإن قال: ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه، صح، والباقي للآخر. أما إذا عين نصيب أحدهما بالنصف أو بثلاثة الأرباع أو بالعشر أو بالخمس، صح ذلك، وما بقي فإنه يكون للآخر، لأنه إذا تعين نصيب
واحد منهما فإنه يعرف به نصيب الآخر. نعم. وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. إذا اتفق على أن هناك جزءا مشروطا من الربح لكن اختلف، فالعامل يقول المشروط لي والباقي لصاحب المال، صاحب المال يقول بالعكس المشروط لي والباقي للعامل، فإنه يكون للعامل لأن صاحب المال يستحق الربح بماله، والعامل إنما يستحق الربح بالتقدير فيكون المقدر له. نعم. وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. نعم. وكذا إذا اختلف لمن الجزء المشروط في عقد المساقات على الشجر والمزارعة على الأرض فإن الجزء المشروط يكون للعامل ولصاحب الشجر أو لصاحب الأرض الباقي، لأنه إذا تعين نصيب العامل من الغلة فإن الباقي يكون للآخر بحكم أنه صاحب الأصل. نعم. ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. نعم. إذا دخل شخص للمضاربة مع شخص آخر فإن العامل الذي رضي بهذه الشركة على أن يضارب بهذا المال لا يجوز له أن يضارب لشخص آخر، لأنه يضر بالأول إلا برضاه، لأنه استحقت منافعه للمضارب الأول، فلا يضارب مع شخص آخر لئلا يذهب وقته وعمله للآخر، والحق للسابق منهما. نعم. فإن رضي بذلك فلا بأس. نعم. فإن فعل رد حصته في الشركة. فإن فعل أي ضارب مع آخر بدون رضا المضارب الأول فإنما يحصل منه من المضاربة الثانية يكون للشركة الأولى، فيقسم بينه وبين صاحب المال الأول، لأن منافعه قد استحقت بالمضاربة الأولى، فيكون ربحه من المضاربة الثانية تابعا للمضاربة الأولى. نعم. ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. لا يقسم الربح لا يقسم الربح مع بقاء عقد المضاربة وعدم فسخها إلا باتفاقهما، لأن الربح وقاية لرأس المال ولا يؤمن الخسران، فإذا قسم الربح لم يمكن جبر الخسارة التي تحصل على رأس المال لو حصلت. نعم. وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. نعم. إذا حصل على رأس المال خسارة بسبب تلف بعضه أو اعتراه شيء من النقص فتلف كله أو بعضه، فإن كان هذا قبل الشروع في التصرف بعد عقد الشركة وقبل الشروع في التصرف ودوران التجارة فإن العقد ينفسخ. وأما إذا حصل هذا بعد التصرف وبعد دوران المال في التجارة فإن هذا الخسران يجبر من الربح، لأنه لا ربح إلا بعد سلامة رأس المال. نعم. قال جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. قبل قسمة الربح، أما إذا قسم الربح ثم حصلت خسارة أو تلف في رأس المال بعد قسمة الربح فإنه يكون على صاحب رأس المال ولا يجبر من الربح لأنه قسم وكل بلغه نصيبه. أو لم يقسم
لكنه نظف، يعني حولت البضائع إلى نقود. هذا معنى التنظيف. معنى التنظيف أن تحول الأعراض، أن تحول العروض إلى نقود. فإذا حولت إلى نقود وحصل خسارة أو هلاك لرأس المال بعد التنظيف، فإن هذا مثل القسمة، لا يلحق الربح، لأن كلا عرف نصيبه من الربح، وحصل التلف أو الخسارة في رأس المال بعد ذلك، فإنه لا يجبر من الربح. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. الثالث شركة الوجوه. الثالث من أنواع الشركة شركة الوجوه. وشركة الوجوه أن يشتركان بجاههما، لا يكون معهما مال، ليس معهما مال، وإنما لهما جاه، والناس يثقون بهما، التجار يثقون بهما ويبيعون عليهما، فيتشاركون ويدخلون السوق ويشترون من الناس ويبيعون طمعا في الربح، فيشتركان في وجوههما، أي في جاههما وثقة الناس بهما، تصح هذه الشركة. نعم. قال: شركة الوجوه أن يشتريا في ذمتيهما بجاههما. هذا تعريفها. شركة الوجوه هي أن يشتريا في ذمتيهما، ليس عندهما مال. نعم. كما في النوعين الأولين العنان والمضاربة ليس فيها مال، وإنما فيها ذمم، يشتريان بذممهما وبجاههما، أي ثقة الناس بهما، ويشترطان أن ما ربح فهو بينهما. فهذا النوع من الشركة جائز لحاجة الناس إليه، لأنه قد يكون عند بعض الناس خبرة وحسن تصرف، لكن ليس معهم مال، فلا تعطل خبرتهم ومعرفتهم، بل يشتغلون بذلك، وما حصل لهما من ربح فإنه يكون بينهما، فهذا من تقتضيه مصالح الناس. نعم. قال: فما ربح فبينهما. فما ربح يعني يشترطان هذا، ما ربح فبينهما، يعني على نصفين. نعم. وكل واحد منهما وكيل صاحبي. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فإذا شرطوا أن ما ربح يكون بينهما على ما شرطاه، يكون لأحدهم الربع، الخمس، السدس، العشر، والباقي للآخر، أو يكون الربح بينهما على نصفين حسب ما يشترطان، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم. قال: وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه، بأن يشتري على ذمته ويبيع على ذمته كما لو وكله، وهو كفيل عن الآخر بما يشتريه الآخر وما يتحمله، فكل واحد بالنسبة للآخر وكيل وكفيل. وكيل فيما يتصرف فيه نيابة عن الآخر، وكفيل على الآخر فيما يتصرف فيه. نعم. والملك بينهما على ما شرطا، على ما شرطاه. الملك الذي يشتريانه من الناس يكون بينهما على ما شرطا، فإن شرط أحدهما النصف أو الخمس أو العشر صح ذلك، ويكون الباقي للآخر، بقية الملك للآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم. والوضيعة على قدر ملكيهما. نعم. إذا حصل خسارة، الوضيعة هي الخسارة، إذا حصل عليهما خسارة فإن كل واحد منهما يتحمل من هذه الخسارة بقدر ملكيته في الشركة، فمن له الربع يتحمل ربع الخسارة، ومن له النصف يتحمل نصف الخسارة، وهكذا. نعم. والربح على ما شرطاه. نعم، كما سبق. إذا شرطا لأنهما أنهما يتساويان في الربح،
فيكون لكل واحد منهما النصف، أو شرط لكل واحد منهما الربع، لكل واحد منهما الربع وثلاثة الأرباع للآخر، لواحد منهما العشر وتسعة الأعشار للآخر، لكل واحد منهما الخمس وأربعة الأخماس للآخر. صح ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع شركة الأبدان. نعم، الرابع من أنواع الشركة شركة الأبدان، لأن لا يكون لهما مال ولا يكون لهما تصرف في التجارة، وإنما عندهما قوة في الأبدان فقط، فيشتركان فيما يكسبان بأبدانهما، كأن يشتركان فيما يحصلان عليه من سلب القتلى في الحرب، أو يشتركان فيما يقومان به من الاحتشاش أو الاحتطاب أو جمع المباحات، فهذه الشركة صحيحة، لأن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهم اشتركوا يوم بدر فيما يحصلون عليه من أسلاب القتلى، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعترض عليهما، فجاء سعد بأسيرين ولم يأتي عبد الله بن مسعود ولا عمار بشيء، فاشتركوا فيما جاء به سعد رضي الله عنه. فهذا دليل على صحة الشركة في الأبدان، أي ما يكتسبان بأبدانهما. لاحظ هذا، شركة الوجوه فيما يكتسبان بذممهما، وأما شركة الأبدان فهي فيما يكتسبان بأبدانهما لا بذممهما. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: شركة الأبدان، أن يشتركا فيما يكتسبان بأبدانهما. فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. لو أن جماعة من العمال أو الحرفيين اشتركوا فيما يقومان به من عمل البناء أو عمل النجارة أو الحدادة أو غير ذلك، صح ذلك، لأن هذا نوع من أنواع شركة الأبدان. فما تقبله أحد الشريكين من العمل فإنه يلزم الآخر، ما تقبل أحد الشريكين من العمل فإنه يلزم الآخر نصيبه منه لدخولهما ورضاهما بذلك. فإذا تقبل أحدهما بناء عمارة مثلا، أو تقبل أحدهما العمل في مزرعة، فإن جميع شركائه يشاركونه في هذا العمل ويقومون به معه، وإذا حصل على غلة من هذا العمل فإنها تكون بينهما. وهذا كاشتراك الحدادين والنجارين والخرازين وغير ذلك من أصحاب الحرف الذين ليس لهم أموال، وإنما عندهم حرفة وعمل بدني، وهذا تقتضيه قيام مصالح المسلمين، وفيه تعاون على طلب الرزق. نعم، أحسن الله إليكم. قال: وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. تصح في تملك المباحات كالاحتشاش، وهو جمع العشب لعلف الدواب ليبيعوه على الناس ويستفيدوا من ثمنه، والاحتطاب بأن يشتركوا في جمع الحطب بيعه على الناس فيستفيدون من ثمنه، وسائر المباحات كجمع الكلى وجمع الكمأة وغير ذلك من المباحات التي يتملكها من سبق إليها. فإذا قالوا: نحن نخرج وكل ما حصلنا عليه من العشب أو من الحطب أو من سائر المباحات فإننا شركاء فيه، صح ذلك. نعم، وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما. إذا لم يعمل أحدهما فإن الكسب بينهما بموجب العقد، بدليل ما ذكرنا من أن
ابن مسعود وعمارا وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم اشتركوا، فلم يأتي عمار وابن مسعود بشيء، وجاء سعد بأسيرين فاشتركوا. فليس من شرط الشركة في الأبدان أن يشتغل الجميع، فلو اشتغل أحدهم وجاء بشيء فهو بينهم على موجب العقد. نعم، خصوصا إذا مرض كان امتناعه من العمل بسبب مرض فإنه معذور. نعم، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه. إذا طالبه الشريك الصحيح، طالب المريض الذي لا يستطيع العمل أن يقيم مقامه، أن يقيم مقامه أحد يشتغل في مكانه، لزمه ذلك لئلا تتعطل الشركة أو تنقص. أما إذا لم يطالبه وسكت فإنه يشاركه فيما حصل عليه، لأنه رضي بعدم عمله. نعم، وأبقى الشركة على ما هي عليه فيلزمه موجبها، كما حصل في قصة سعد وشريكيه رضي الله عنهم. نعم. الخامس، شركة المفاوضة. النوع الخامس وهو الأخير من أنواع الشركة، شركة المفاوضة، وهي لغة الاشتراك في كل شيء كالتفاوض. وشركة المفاوضة تجمع جميع أنواع الشركات، كأن يقول أحدهما للآخر: فوضت إليك كل تصرف مالي وبدني فنحن شركاء في ذلك. فيدخل فيها شركة العنان، شركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، لأن يقول اشتركنا في كل نوع من أنواع الشركة، وما حصل فهو بيننا على أننا نشتغل بأموالنا وبأبداننا وبجاهنا، وما حصلنا عليه فإنه يكون بيننا على ما شرطنا. فهذا صحيح أيضا. نعم، هذا يتفق الشيخ مع ما تقدم معنا في الوكالة العامة أنها لا تجوز. أليس في مثل هذا توكيل عام مطلق؟ هذا محدد بأنواع الشركة فقط، بأنواع الشركة، أما العام ذاك لم يحدد بشيء. نعم. قال: شركة المفاوضة أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. هذا كما ذكرنا. والربح على ما شرطه. يعني معنى المفاوضة أن يشترك في كل أنواع الشركة التي مضت: شركة العنان، وشركة المفاوضة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، أربعة الأنواع السابقة. نعم. والربح على ما شرطاه. الربح بينهما على ما شرطاه في التحديد، يعني يقول أنت لك الربع والباقي لي، أو أنا لي الخمس والباقي لك، أو ما أشبه ذلك، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. والوضيعة بقدر المال. والوضيعة وهي الخسارة تلحقهم كل بقدر ماله في الشركة. فإذا كان لأحدهما ربع مال الشركة فعليه ربع الخسارة، وإذا كان له عشر الشركة كان عليه عشر الخسارة، والباقي على الآخر. نعم. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فسدت. إذا أدخل فيها كسبا نادرا، كان يقول: ما وجدنا من ركاز فهو بيننا، والركاز ما وجد من دفن الجاهلية، وهذا نادرا يوجد ففيه جهالة. أو غرامة، كان يقول: ما حصل على أحدنا من دية قتل أو أرش جراح أو غير ذلك فهو علينا نتحمله جميعا، هذا لا يصح لأنه مجهول. نعم. أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب. نعم. أو نحوه. نعم. أو ما يلزم أحدهما من ضمان متلف أو ضمان غصب
أو ضمان جناية فيقول نحن نتحمل هذا، فهذا لا علاقة له بالشركة، هذا خاص بمن جناه وجب عليه وجناه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجني جان إلا على نفسه. وفيه جهالة أيضا، لأنه قد يجحف بالشريك الآخر. نعم، وليس هذا من طرق الكسب، هذا ليس من طرق الكسب المعروفة. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من البيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من بخيت الدوسري زميلي في هندسة الصوت، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.